الأكيلة في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأكيل، الأكلة الأشهر والأكثر قربا من قلوب المصريين إيه؟ كباب وكفتة. طبعا غير الفول والكشري، بس يعني بتكلم على الأكلة الحرشة، كباب وكفتة. كباب وكفتة ناس كتير قوي عملوها، وكمان الحمام المحشي. إنما في ناس من أول من عمل الحمام المحشي ومن أول من اشتهروا بالكباب وكفتة، من ضمنهم حاتي الجمهورية اللي في وسط البلد بتاع أولاد شلبي. في ناس بتقول عليهم أصل الحمام المحشي، وفي ناس بتقول عليهم من أحسن الناس اللي عملوا حمام المحشي. إحنا جايين نجرب أربع حاجات: حمام المحشي، موزة، نيفة، وكفتة. تعالوا نجرب ونقول رأينا. إحنا في شارع صغير في وسط البلد، ومحل مشهور قوي للناس اللي بتجي. تعالوا نجرب ونقول رأينا. أهلا وسهلا. نبتدي، المحل ده ابتدى سنة كام؟ لا، من زمان. مش فاكر سنة كام؟ من الخمسينات. خمسينات ولا السبعينات؟ خمسينات، وهو اشتغل في السبعينات. بس هو من زمان. الولد من زمان. اوكي، والولد هو اللي ابتدى؟ وانتوا كملتوا؟ واحنا كملنا. المسيح كان معاه شركاء او حاجة ولا هو لوحده؟ لا لوحده. طب خلطة الكباب والكفتة والحاجات دي مين اللي عملها؟ احنا هو اللي عملها، هو اللي علمها لنا. علمها لكم بتعملوها بنفس الطريقه؟ من بنفس الطريقه بتاعته. اوكي. الله يرحمه. في السنين دي كلها ما فكرتش ان انت تفتح او تكبر او تروح حته ثانيه؟ لا لا لا، المهنه دي بالذات انت اللي تشتغل بايديك فيها. اكتر من كده مش هقول لك. لا، ما ينفعش. المهنه دي بالذات. الكفته احنا اللي بنعملها، الكباب احنا اللي بنعمله، الموز احنا اللي بنعملها، النيفة احنا اللي بنعملها. فالدنيا كلها بتاعتك انت؟ دي بتاعتنا احنا. ما فيش صناعي فيها يخش فيها كمان. فعلا؟ والله بكلمك بأمان. طيب، واحنا بنعمل كده سيرتش عليكم، واحنا بندور عليكم وبنسأل عنكم وكده، اتقال لنا كلمة حاتي الوزراء. اشمعنى؟ كتير. كان بيجي لكم وزراء؟ بيجي لنا كتير فعلا. كتير. هل كانوا زباينكم من قبل ولا جم وزر على طول؟ لا، زبايننا من قبل وجم وزرة. وزبايننا كان في الشرطه وبقى وزرة. فعلا عشان انتوا قريبين هنا من اكاديميه الشرطه. من الشرطه. من مديريه الامن، من وزاره الداخليه. وزاره الداخليه، صح. طيب، انت تخصصك هم الاربع حاجات دول بس؟ كباب وكفته. كباب وكفته ونيفه وموزه. موزه وسجق. سجق لحمه ضاني. سجق ضاني. اوكي. والحمام. والحمام. طب ليه زودتوا الحمام ولا طول عمرها الحمام؟ الحمام طول عمره. طيب ازاي بتطلعه بيلمع كده وزي ما يكون مقلي في الزيت؟ لا، وانا شايفك شاويه. ما بقلوش في زيت ولا سمن. ايوه، ازاي بقى بيطلع كده؟ احنا بقى دي طريقتنا بقى يا استاذ مراد، يعني احنا بنحط سير الفحم. سير المهنه بيمتص الدهون بتاعنا، الفحم بيمتص الدهون وبيطلع الحمام دميع. طيب سؤال اخير، ايه رايك في اسعار الكباب والكفته والله الحاجة غالية يا أستاذ مراد. لو تبص للتجار من تحت تلاقي الجزارين كيلو اللحمة النهاردة وصل 110 أو 120 جنيه، البتلو النهاردة وصل 170 جنيه. كتير جدا. الناس غلابة، الناس هتعمل إيه؟ بيضطر يلجأوا للإثيوبي والسوداني والبرازيلي. لا، ما يخشش عندنا احنا. لا، أنت ما ينفعش تخش عندنا، بس أنا بتكلم على الجزارين. وأنتوا كرابطة محلات الكباب، ما لهمش تأثير على الجزارين؟ لا مناش. بيرجع للتاجر نفسه. كل واحد اليوم. عم حسن اشكرك، ربنا يخليك يا استاذ مراد. وانا سعيد ان انا شفت حضرتك. انا اسعد. وسعيد بسي بي سي. اشكرك، ربنا يخليك. وتحيا مصر. امين. ربنا يبارك لك. لما بنعمل مطاعم من القدام دول اللي اليوم زباينهم واليوم اسمهم، بيبقى اكتر ان انا بنقل التجربه، مش بقول رايي. يعني حاشا الله يعني ان انا اقول رايي في ناس شغاله بقالهم اكتر من 40 سنه في السوق، ولكن بنقل لكم التجربه بقى.
التجربه زي ما انتم شايفين هو محل حلو ورخام وكده، جو حر مش مكيف، في مراوح. ونخش في الجد بقى اللي مستني الناس كلها. طبعا اول حاجه خيار المخلل اللي معمول هنا، واضح جدا ان هو بيتي ومتاخد نص سوا، ولا هو مستوي قوي ولا هو اخضر، في النص كده انا بموت فيه. والناس اللي اتربوا على الخيار المخلل بتاع مامتهم في البيت هيفتكروا ان احنا دايما كنا نمد ايدنا في الجار او في البرطمان ناخد الخيار وهو ايه نص سوا كده وناكله، هو ده الطعم. ندوق برضو الطحينه بتاعتهم بيزك اساسيه، والسلطه البلدي بتاعتنا الاساسيه. دلوقتي الموزه والحمام. الحمامه انا مش مصدق ان دي معموله على الفحم، لولا ان انا شفتها بعيني ما كنتش صدقت ان دي معموله على الفحم. يعني ابص بتلمع ازاي، تلمع دي عاده بتبقى مقليه في دهون يعني سواء زيت سمنه ايا كان، انما ان هي تطلع من على الشوايه وبتلمع كده يعني، بس انا شايفها بعيني يعني ما ينفعش حد يضحك عليا. المهم تعال نخش على الموزه. موزه حلم كل مصري، فنان الشهير عادل امام. عندك ميوز باين اوريدي من 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 ازاي اللحمه بتنفصل عن بعض، قد ايه هي مستويه وقد ايه ناعمه. يعني الموزه دي ممكن واحد ما عندوش سنان ياكلها من كتر ما هي ناعمه. تحفة. حاجة لازم اقولها برضو على الخيار المخلل، بقية الشرح بتاعه، لان هو بيعمله بالطريقة البيتي اللي هو بالكرفس ومقرمش يعني لسه طازة، مش اللي هو الخيار بعد ما بيقعد فترة في الماء والملح بيطرق، ده لسه ناشف طبعا عشان كمان سن اخضر، بلس موضوع الكرفس اللي محطوط ده وطعم باين قوي. نفس الحاجة برضو تفاصيل صغيرة ممكن ما تاخدش بالك منها بس بتفرق قوي. حتى اللي مختار الطماطم مختارها جامدة ان هي ما تبقاش مهرية جوه السلطة. طبعا زي معظم الكبابجية هم عندهم ما يسمى بالويسكي، استغفر الله العظيم، اللي هو مية السلطة، بس انا ما بقدرش عليها. ومية السلطة دي لو السلطة مغسولة حلو، مية السلطة دي تبقى هيلثي وصحية جدا، لأن فيها خلاصة الخضروات المحطوطة في السلطة. نيجي بقى للحمام. معلش هنا هضطر امسك بايدي شوية. اوكي. بيعملوا رز مش فريك. في طعم حاجة واضحة قوي. هقول لكم دلوقتي. طيب بتاخد طبعا عشان تشتري دماغك، بتقوم واخد الحتة اللحمة اللي في الصدر اهي اهي، هي دي اللي تقول لك طعم كل حاجة. حمامة ما تنبسطش لما تبقى حمامة كبيرة، مش ميزة. الفهلوة او الصنعة ان انت تختار الحمامة في سن مظبوط، ولا هي عجوزة ولا هي صغيرة قوي، هتلاقي اللحمة بتاعتها حلوة زي دي كده
والفليفر بتاع التتبيله انا مستغرب انها فعلا معموله على الفحم. لا برافو طبعا. تاني انا بقول زي ما قلت من اول حلقه انا مش جاي اقول رايي، انا جاي انقل لكم التجربه، لان مطعم الجمهوريه من المطاعم اللي انت ما ينفعش تيجي تقول رايك، يعني ده راجل شغال من سنه 70 يعني. طيب احنا كده خلصنا التجربه بتاعت الاكل. هنختم المره دي بدل الحلو هنختم بالاسعار، واحكي لكم على التجربه كلها من ورا. جينا لاخر فقره وهي الفقره بتاعت الاسعار. كباب والكفته وصلوا ل 200 جنيه. النيفه ب 200 جنيه كيلو طبعا. الموزه ب 75 جنيه الواحده. وفرده الحمام ب 40 جنيه. ما اقدرش اقول غالي ولا رخيص لان هو غالي في مصر كله. كباب والكفته في مصر كله بقى غالي للاسف. المهم دي وصلنا الاسعار. لما نيجي نتكلم على التجربه ما ضايقتنيش غير حاجه واحده بس، وده عشان الباب مفتوح، وهنا زي ما انتم شايفين المطعم نصه ليه سقف والنص الثاني ما بين عمارتين. فدي الحاجه الوحيده اللي ضايقتني رغم نظافه المكان والرخام في كل حته وكده، ضايقني بس كثره الدبان، ان انت كل طول ما انت قاعد بتهش دبان. بس غير كده الاكل يعني تاني بقول ما ينفعش اقول رايي فيه، اقدر اقول انه عجبني جدا، وهي مدارس كباب والكفته دي مدارس. اكتشفت انه كل محل كباب وكفته ليه اسلوبه وليه طريقته في التسويه وفي التتبيله، وانت يعجبك يا لا من هنا انت بتختار الكبابجي اللي انت بتروحه. بس اكيد ديفينتلي حاتي الجمهوريه من المطاعم اللي انت لازم تجربها طالما بتحب الكباب والكفته. وصلنا كده لاخر حلقتنا النهارده، ارجو ان احنا نكون عرفنا ننقل لكم التجربه، وان احنا نكون دايما بنقدم لكم الجديد او بنحاول ندور لكم على الجديد او القديم قوي الاصل في حاجات معينه.